خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية. مخاض عسير من المفاوضات والمداولات المكثفة امتد لأسبوع تخللته 4 تأجيلات للتصويت، لكنه تكلل بالنجاح في المرة الخامسة بتمرير مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يسمح بتسريع وتعزيز آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مسعى صاغته دولة الإمارات بناء على مشروع قرار المجموعتين العربية والإسلامية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حظي بدعم 81 دولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع المنكوب. تمرير القرار الذي طال انتظاره جاء بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته روسيا لأنها اعتبرت القرار بلا مخالب ولا أنياب، ولا يطالب بأي وقف للعمليات الحربية المتواصلة منذ 11 أسبوعا. تحفظات موسكو على القرار الأممي ربما تعززت بالتصريحات المتوالية بعد إقراره. مندوبو المجموعة العربية طالبوا أجهزة مجلس الأمن الدولي بإقرار خطة تنفيذية لتطبيقه على الأرض قبل ذلك إلزام إسرائيل بوقف إطلاق نار إنساني ومستدام، كي لا يبقى ذلك القرار حبراً على ورق ولا يلقى مصير العشرات من القرارات الدولية التي لم تلتزم بها تل أبيب. يشرفنا الآن الإعلامي العربي الكبير حسين عبد الغني. مرحبا بك أستاذ حسين. أنت تعرف طبعا لأنك مصري المثل الذي يقول رضينا بالهم والهم لا يرضى بنا. نعم. تابعت كلام المندوب الإسرائيلي دون شك في الجلسة التي أقر فيها القرار الذي نحن بصدد تحليله الآن. الرجل قال إنه قرار لا ضرورة له، وإن إسرائيل رغم أنف الجميع ستواصل فحص كل ما يدخل إلى القطاع والسيطرة على منافذه إلى آخره. هل تتصور إنه هذا القرار من مجلس الأمن الدولي الذي امتنعت أمريكا عن التصويت عليه، وكذا روسيا لكن لأسباب أخرى، أسباب متناقضة، أن هذا القرار سينفذ أستاذ حسين رغم أنه هم رضينا به؟ شوف، يعني أحيانا ينطبق اللي حضرتك قلته أو ينطبق المثل العربي، يعني يرضى القتيل ولا يرضى القاتل. وفي الحقيقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية قامت بشلل مجلس الأمن بشكل كامل منذ 7 أكتوبر، المرتان الوحيدتان التي سمحت فيهما بصدور قرار أممي، عملت بكل طاقة ضمن مفاوضات كما تفضلت في مقدمتك طويلة وشاقة ومرهقة لأن تقوم بتفريغ هذه القرارات من مضمونها وتصبح كما يسمونها دائما قرارات البطة على عرجاء، يعني التي لا تنفذ. في الحقيقة مضمون هذا القرار كان هو رغبة عربية وبالتحديد مصرية، وكانت الإمارات باعتبارها عضوا عربيا غير دائم في مجلس الأمن في الفترة الحالية كان عليها أن تقدم هذا القرار. القرار كان يريد باختصار ما دمت التواطؤ الأمريكي واصل إلى أنه يمنع قرارا بوقف الحرب مع كل الجرائم التي تمت. تمام، إذن على الأقل نسمح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير. هل هناك مشكلة في المساعدات نفسها؟ لا. هل هناك مشكلة في المعبر نفسه؟ لا. المشكلة في
العراقيل التي تضعها إسرائيل. كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات؟ حضرتك عارف يا أستاذ محمد بطريقتين. الطريقة الأولية استمرار القصف الهمجي الذي يجعل من وصول الشاحنات والمساعدات عملية بالغة الخطورة، ناهيك عن عملية توزيعها، مسألة بالغة الخطورة. وبالتالي زي ما أشار النهاردة جويترش النهاردة أن القصف الإسرائيلي منع باستمرار وصول المساعدات. الشيء الثاني هي العرقلة المتعلقة بما تسميه فحص المساعدات والتأكد أنها لا تتضمن أي أغراض قد تفيد المقاومة وحركة حماس في القطاع. الهدف وهو تكوين آلية أممية ترفع يد إسرائيل عن المراقبة لم تحدث بسبب التدخلات الأمريكية، وما تم هو يعني قرار لا وزن له ولا قيمة له من الناحية القانونية. ولهذا ربما تلاحظ أن تصريحات المندوب المصري في الأمم المتحدة اليوم في جلسة مجلس الأمن وعديد من الدول بما فيهم روسيا وغيرها يعني اعتبروا أن القرار عمليا قد تم تفريغه من مضمونه. وكما قال المندوب الروسي في الحقيقة أن هذا القرار لن يؤدي إلى إحداث تغيير جوهري في الحالة السيئة جدا جدا التي وصلت الآن إلى حدود المجاعة. التقرير الأممي يقول، إحدى التقارير الدولية تقول أن واحد من بين كل أربعة في غزة على وشك الموت جوعا، أن الغزيين ينفقوا تقريبا ويبيعوا كل ما يملكون لكي يحصلوا على وجبة واحدة في اليوم. هذه الآلية التي تمت اليوم لن تحدث تغييرا. سيظل التعنت الإسرائيلي في فرض العراقيل قائما، سيستمر القتال ولن يكون هناك وقف إطلاق نار يهدد وصول المساعدات مستمرا. وبالتالي هذا اليوم أستاذ محمد هو يوم استثنائي في تاريخ الحرب التي تصل بعد يومين إلى 80 يوما، استثنائي في تأكيد أن التواطؤ العسكري والسياسي الأمريكي مع إسرائيل هو تأكيد على أنها حرب أمريكية إسرائيلية. وأنا أقصد أن أضع أمريكا قبل إسرائيل على الفلسطينيين وعلى قطاع غزة وعلى الأمن القومي المصري، لأنه كما تعلم أستاذ محمد الهدف من كل ما يحدث سواء من قصف أو من تجويع أو منع وصول الأدوية أو استهداف ما يقرب من 130 مستشفى ومنشأة صحية في قطاع غزة، الهدف هو جعل الحياة في غزة غير مطاق، لا تطاق، وبالتالي دفعهم إلى التهجير القسري إلى مصر. فمصر كانت تدافع ليس فقط عن إخوانها الفلسطينيين والإمارات وباقي الدول في على الأقل في مضمون هذا القرار، ولكن أيضا تدافع عن أمنها القومي وتمنع مخطط التهجير. أنا لو كنت الآن مكان أي مسؤول في مصر لكنت أقول بمنتهى الوضوح، ما فعلته أمريكا من تعديل في هذا القرار يؤكد أن أمريكا ضالعة في مخطط التهجير القسري وتريد أن تفرضه على مصر، وأن هذا سلوك عدائي من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه دولة تزعم منذ اتفاق فصل القوات الثاني عام 75 أنها دولة حليفة لها. إذن أستاذ حسين، كيف تفسر الكلام العاطفي الذي جعلنا نوشك في الحقيقة على ذرف الدموع الذي قالته المندوبة الأمريكية في تلك الجلسة ليندا جرينفيلد؟ واضح أنه أن الأمريكيين يعني في غاية التأثر لأن 20,000 قد استشهدوا. يا سيدي الفاضل، نحن أمام حالة تقريبا تكاد تكون يعني قياسية في التاريخ البشري في النفاق السياسي وفي العمل عكس الكلام طول الوقت. لكن على سبيل المثال اليوم كما تفضلت حضرتك وشرحت التدخلات الأمريكية في مسألة القرار وبالتالي جعله بطة عرجاء، كنا نتحدث أيضا عن الدعم العسكري. اليوم التقارير التي نشرت في نيويورك تايمز والتي نشرت في CNN كشفت يعني بصورة فاضحة حجم
التورط الأمريكي في الحرب مباشرة على المقاومة وعلى شعبنا الفلسطيني، وعن مقتل 20,000 وعن إصابة ما يزيد عن 52,000 مصاب. هم يقولون اليوم إنه الولايات المتحدة زودت إسرائيل بما يزيد عن 5,000 من إحدى القذائف شديدة التقدم، أنها زودت إسرائيل بقنابل صغيرة شديدة الذكاء من التي تستخدم في المناطق الحضرية. هناك اعتراف من نيويورك تايمز النهاردة، وهي جريدة يمينية لا يمكن أبدا أن توصف بالتعاطف مع العرب ولا مع الفلسطينيين، بأن إسرائيل قامت أكثر من مرة بقصف متعمد للمناطق التي قالت للفلسطينيين اذهبوا إليها فهي ستكون مناطق آمنة، ذهبوا إليها وقصفتهم. وتحدثوا عن أن القصف الذي قام به الجيش الإسرائيلي لم يقم به جيش في التاريخ ضد منطقة مدنية مكتظة بالسكان. فهذا اليوم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أستاذ حسين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قاصف للمدنيين في التاريخ. صحيح، بس أتحدث عن المدن الألمانية التي قصفت في نهايات الحرب العالمية الثانية، وأتحدث عن هيروشيما وناجازاكي كما تعلم. صحيح، بس هناك من قال بأن القصف الذي تعرضت له غزة في حرب 80 يوم تقريبا تخطت حجم التدمير الذي حدث في المدن الألمانية، وأنه ما يقرب من 20 طن من المتفجرات ألقتهم الجيش الهمجي الإسرائيلي على المناطق التي قيل إنها مناطق آمنة اذهبوا إليها. فاليوم كان استثنائي سواء في تبيان حجم التواطؤ السياسي ومنع وقف الحرب ومنع آلية حقيقية لوصول المساعدات، وهذا معناه كما قلت لك هذا عمل عدائي يفرض التهجير القسري على مصر، ولابد أن يكون هناك موقف حاسم وحازم، لأن هذا معناه أن أمريكا متورطة بشكل تام في مخطط التهجير القسري، وأن كل ما تدعيه من كامالا هاريس إلى بلينكن إلى غيره في كل مرة يخرجون ويقولون نحن ضد التهجير القسري، هم يفعلون كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التهجير القسري وإلى الإضرار بهذا البلد. الأمم المتحدة النهاردة يا أستاذ محمد تحدثت عن تفشي الأمراض الخاصة بالأمراض الجلدية والجهاز التنفسي، وقد قلت لزملاء حضرتك قبل يومين هناك أدلة على انتشار الكوليرا في قطاع غزة، وهذا بالإضافة إلى أنه جريمة حرب في حق أهلنا الفلسطينيين فهو أيضا خطر علينا، لأن الأوبئة تنتشر عبر الحدود بمنتهى السرعة والسهولة. طيب دعنا ندخل في سيناريو التعطيل العملي لتنفيذ هذا القرار، وخصوصا أنه بلا آليات تقريبا أستاذ حسين، حين ذاك ماذا سنفعل في رأيك؟ أنا يعني هذا بعتقد أنه هذا السؤال يعني يتفق مع أشياء كثيرة يقوم بها الأمريكيون والإسرائيليون سواء في هذه المعركة أو في السيناريوهات التي يجهزونها لما بعد المعركة. تقول أن العالم العربي، مصر والأردن كدول مواجهة وباقي العالم العربي، عليهم أن يبحثوا عن قواعد جديدة للتعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي، إلى قواعد جديدة للعبة. الآن إذا استمرينا بنفس القواعد القديمة، وأمريكا وإسرائيل قد خرقت كل القواعد، بل في رأيي خرقت كل معاهدات السلام والاتفاقيات، معناها أننا نلتزم والآخرين يخرقون، نخسر والآخرين يكسبون، نتراجع والآخرين يتقدمون، وبالتالي لابد من تغيير قواعد اللعبة. أهم حاجة في تغيير قواعد اللعبة هي الاستماع يا أستاذ محمد إلى ما تقوله استطلاعات الرأي التي تقوم بها جهات أمريكية وإسرائيلية وليست جهات عربية، تكشف أنه منذ 7 أكتوبر جميع الشعوب العربية في كل الاستطلاعات الرأي بما فيها الدول التي تسمى دول الاتفاقات الإبراهيمية، اليوم هناك حديث استطلاع منشور عن سيرفي عن أجري في المملكة العربية السعودية التي كانت على وشك
إبرام اتفاق تطبيع عن طريق بايدن مع إسرائيل 96% من السعوديين لا يؤيدون إقامة سلام مع إسرائيل 96%، أكثر من 80% يؤيدون المقاومة وحركة حماس. نحن أمام تطور بالغ الأهمية. إذا استمعنا إلى صوت الرأي العام، إذا استمعنا إلى صوت شعوبنا، فهذا معناه أن نحن أن نقول نحن لا نستطيع أبدا أن نبقى واقفين وأنتم تدبرون لنا تهجيرا قسريا. اليوم قرأت تحليلا يا أستاذ محمد بالغ الأهمية، وهو لمحلل إسرائيلي. يقول المحلل الإسرائيلي أنه المشروع الأمريكي لسيناريو ما بعد غزة يهدد الخطر الأكثر، مش أنه السلطة الفلسطينية ستستطيع الذهاب أو لا تستطيع. يقول الخطر الأكبر أنه ستحدث فوضى في قطاع غزة، وأن مصر ستكون المتضرر الأكبر، لأن نحن نتحدث عن 2 مليون نسمة وصلوا إلى حد التجويع. يقول أنهم سيكونون نهبا للفوضى لجماعات الجريمة المنظمة، وسيحملون أسلحة ويتجهون ناحية مصر أو ربما أحيانا ناحية الحدود مع إسرائيل حتى يستطيعوا أن يبقوا على قيد الحياة بحثا عن الطعام وبحثا عن الماء. وبالتالي هذه السيناريوهات كلها تقول كما سألتني حضرتك أنه لابد لنا من تغيير قواعد اللعبة، لابد من أن نظهر قدرا أكبر من الحزم تجاه التواطؤ الأمريكي مع إسرائيل. لا يمكن أبدا أن تبقى الدول العربية الأردن ومصر مهددتين بتهجير قسري واحد جاري كما هو في حال مصر، والثاني لاحق كما هو الحال بالنسبة للأردن، ونبقي على نفس الصلات. هناك أشياء كثيرة جدا يمكننا أن نفعلها، هناك أشياء كثيرة جدا في الاتصالات السياسية، في العلاقات الدبلوماسية، في التبادل التجاري، هناك أشياء كثيرة جدا نستطيع أن نفعلها ولم نفعلها منذ الأزمة. ولابد أيضا من تصور سياسي. كنت أتحدث معك أكثر من مرة، هناك حاجة حقيقية لتعظيم الفرصة المتاحة من وجود حماس ثم الجهاد بعد ذلك في القاهرة، ودعوة السلطة أو حركة فتح، ويتم إعادة بناء منظمة التحرير لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية. الأمريكيون يريدون باختصار أن يحولوا نصر طوفان الأقصى في 7 أكتوبر إلى هزيمة يقومون فيها بتصفية آخر مقاومة لدى الشعب الفلسطيني، وفرض ما يسمى باستيلاء إسرائيل الكامل على حدود 4 يونيو، أي أن يتم ضف دم معظم الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى الأبد. أمين سر حركة فتح أستاذ حسين، وأنا متأكد أنك تابعت حواره اللافت للانتباه قبل أيام، قال إنه حماس ستحاسب، خرجت عن الإجماع الفلسطيني، وثم كرر ما تفضلت أنت به حرفيا، قال إنه بعد انتهاء هذه المذبحة الإسرائيلية التي ترتكب في حق الفلسطينيين في غزة ينبغي إعادة بناء كل شيء، إعادة بناء السلطة، إعادة بناء فتح، إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بأسره. هوجم هجوما ضاريا من هؤلاء الذين يجعلون حماس هي المقاومة، واتهم بأنه عدو المقاومة وأنه يسعى لكي يعني يضعف المقاومة معنويا. كيف رأيت هذا المشهد شديد التعقيد؟ يعني أنا لا أريد أن أخدعك يا أستاذ محمد، هناك أحيانا تكون هناك مشكلة ليست بسبب الكلام ولكن بسبب من هو قائل الكلام. في الحقيقة كل التقارير الإسرائيلية عن السيد حسين الشيخ تضعه في قائمة أقرب أصدقاء إسرائيل في رام الله، وبالتالي ما يقوله عادة ينظر إليه بشكل كبير جدا من الريبة
والشك. والمشكلة الحقيقية، أنا كنت أقول لحضرتك من شوية أنه استطلاعات الرأي تؤيد الآن المقاومة حتى في السعودية، حتى في دول الخليج التي وقعت اتفاقيات إبراهيمية، وهذه الاستطلاعات نفسها 10% يعني 90% ضد السلطة الفلسطينية ويرون أنها غير جديرة بالاستمرار في القيادة، و 10% فقط يرون أنها جديرة أو يؤيدونها. وبالتالي كان على السيد حسين الشيخ بدلا أن يقول من أن حماس تحاسب أو الجهاد تحاسب أو المقاومة تحاسب، كان عليه أن يقول هذا وقت إزاحة كل ركام الماضي وركام الخلافات، دعونا الآن نبني منظمة التحرير الفلسطينية من جديد. لأنه هناك فرق يا أستاذ محمد بين أنه واحد زي الأستاذ حسين الشيخ يتحدث الآن عن أنه تلميحا يوافق على إعادة بناء السلطة نفسها، هناك فرق كبير من أن يعاد بناء السلطة، وحتى الاتفاق على أن الرئيس محمود عباس قد استوفى أدواره التاريخية وأدواره السياسية، وأن يكون ذلك بقرار فلسطيني ديمقراطي، لا أن يكون بقرار كما ألمح أكثر من مرة بلينكين وسوليفان أنه آن الأوان لإحداث تغيير في القيادة الفلسطينية. يجب أن يكون تغيير القيادة الفلسطينية، ويجب أن يكون إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية عملا فلسطينيا وعربيا، وتطلع فيه مصر بحكم مسؤوليتها التاريخية وبحكم ارتباطه المباشر بأمنها القومي بدور كبير. هذه خطة أساسية لمواجهة خطة اليوم التالي الإسرائيلية، وأعتقد أنه في حاجتين يفسدان الخطة الإسرائيلية. الخطة الإسرائيلية الأمريكية تقوم على فكرة واحدة، هو أنه سيتم تصفية المقاومة عسكريا، وبالتالي سيتم إزاحة حماس والجهاد والشعبية وحتى الكتائب الأصغر مثل كتائب صلاح الدين وغيره، سيتم إزاحتها من المشهد تماما، ولن تكون جزءا من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي، ولن تكون جزءا من معادلة الشرق الأوسط. في الحقيقة البسالة التي أبداها الفلسطينيون في المقاومة في حدود 80 يوم، النهاردة يتكلم يهود أولمرت رئيس وزراء الأسبق ويقول القضاء على حماس كذبة، ونتنياهو نفسه يعلم أنه لن يستطيع تحقيقها. النهاردة شلومو بن عامي وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق يقول خسرنا الحرب وليس لنا بديل إلا عن طريق التفاوض القاسي ودفع ثمن قاسي وإعادة المخدوفين. أحد أكثر الأمريكيين ولاء لإسرائيل والتي عمل لصالحها في إدارات أمريكية متعاقبة مارتن أنديك النهاردة يقول لن تنهار حماس ولن يتم تصفية حماس، اذهبوا أيها الإسرائيليين. ده مارتن أنديك اللي هو يعني الوجه اليميني الصهيوني، واذهبوا إلى مفاوضات لإعادة أسراكم. كل الناس يقولون النهاردة لأول مرة، كنت أقول لك اليوم الاستثنائي النهاردة في كشف حجم التواطؤ الأمريكي عسكريا وسياسيا، اليوم أيضا يوم استثنائي في تاريخ هذا الحرب، لأنه ارتفعت اليوم من أصوات مختلفة من إسرائيل، سواء أصوات قادة سياسيين سابقين أو قادة عسكريين سابقين أو محللين، عندما ترى أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق يقول أنه مجيء سوليفان وكلامه عن سيناريو يوم التالي معناه الحقيقي، عشان حتى لا نكذب على أنفسنا، معناه أن الحرب انتهت دون أن نحقق أهدافنا، لا قضينا على حماس ولا صفينا قادتها السبعة السنوار وباقي القادة، ولا استطعنا أن ندمر شبكة الأنفاق التي قامت بها. لا دمرنا القوة العسكرية ولا دمرنا شبكة الأنفاق ولا وصلنا للقادة، وطبعا ثبت أنهم لن يستطيعوا تحرير مخطوف واحد إلا عن طريق التفاوض. لكن لو سمحت لي أستاذ حسين، وهذا يعني ما سأطرحه الآن أمر مسكوت عنه إلى حد كبير، إسرائيل نجحت على الأقل في ترويع أهل غزة، في ترويع كل الفلسطينيين، يعني حين نتحدث عن 11 أسبوعا ارتقى خلالها 20,000 شهيد، حين نتحدث عن تدمير
ربع منازل القطاع، حين نتحدث عن تدمير البنية التحتية الصحية على الأقل في القطاع تدميراً شبه كامل، هذا نوع من الترويع يجعل ثمن أي طوفان أقصى جديد باهظاً للغاية، بحيث يستحيل أن يتكرر عملياً. يعني أي قلب هذا الذي سيكرر طوفان الأقصى بعد سنتين أو ثلاث سنوات وهو يعرف هذه الوحشية التي سترد بها إسرائيل؟ لا أعرف ما إذا كنت تتفق معي إنه هذا نجاح، لكنه نجاح وحشي سيدي الكريم. يا سيدي، الحروب ليست لعبة، يعني ما فيش حد بيفضل يحارب كده كل أسبوعين ثلاثة. يعني بالتأكيد أولا نصر طوفان الأقصى حقق أهدافه، أول هدف حققه أنه أعاد القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال الإقليمي والدولي بعد نحو 20 سنة تم الدوس عليه بالأقدام والاعتقاد لدى نتنياهو بأنه يمكن أن يتم ما يسميه السلام مقابل السلام والتطبيع الإقليمي مع الدول السعودية مع الدول العربية دون أن يكون هناك تنازل للفلسطينيين ولا تحقيق لحق تقليل ويمزق اتفاق أوسلو علنا أمام الكاميرات وكأنه ليس رئيس وزراء دولة، ده رئيس عصابة يعني. نعم، هو يعتبر أنه هو ده خطأ فادح، وده يوريك كمان حد ما التطور. أفهمه يا أستاذ حسين أنه الدول تورث اتفاقاتها لقادتها، ليس كذلك؟ نعم، هو الدول المحترمة تحترم تعهداتها، لكن نحن أمام في الحقيقة يعني مشروع، كما قلنا أكثر مرة، نحن أمام مشروع استيطاني عنصري منذ البداية يقوم على فكرة طرد السكان الأصليين وإحلال مغتصبين مكانهم، وبالتالي ليس فيه مجال لفكرة احترام القانون الدولي، احترام المعاهدات، احترام القانون الدولي الإنساني. وأنا كنت أشاهد اليوم فيديو لأحد كبار اليهود الإسرائيليين يقول غريب جدا، بيقول كلنا كنا نعرف الطبيعة العنصرية والاستيطانية للفكرة الصهيونية وبالتالي لتطبيقاتها في إسرائيل، وكنا نعرف من البداية أن إسرائيل لم ولن توافق على دولة فلسطينية لأن ذلك يتعارض مع الفكرة العنصرية الصهيونية. الغريب جدا أن جويترش اليوم قال ربما يمكن عرضا، لقد استأت كثيرا من تشكيك المسؤولين الإسرائيليين، كل المسؤولين الإسرائيليين، في مفهوم حل الدولتين. الجميع لا يؤمنون بحل الدولتين، وكما قلت لسيادتك قبل كده، من أول اليسار العلماني إلى اليمين الديني المتطرف. بمناسبة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يا أستاذ حسين، إن كنت يعني تكرس بعض وقتك للاطلاع على وسائط التواصل الاجتماعي باللغة العبرية فسترى صورته وتحت أنفه الشارب الشهير لهتلر، هم يجعلونه الحفيد المباشر لهتلر لمجرد أنه يقول إن الفلسطينيين ينتهكون ويذبحون منذ 3/4 قرن وأكثر. نعم، بص، هذه مسألة تاريخية وهي جزء من الفكرة الصهيونية، تشويه كل شخص يقترب من كشف حقيقة إسرائيل ومن طبيعتها سواء الاستيطانية أو طبيعتها الثانية وهي الطبيعة العنصرية، وما يجر إليهما من استخدام دموي للعنف طول الوقت. وبالتالي أي حد بيقترب حتى لو كان هذا الذي يقترب يهودي ابن يهودي، وانت طبعا تعرف ما الذي تعرض له شخص مثل تشومسكي لمجرد أنه كشف حقيقة إسرائيل، ويقال عليهم أنهم اليهود الخونة واليهود المارقين وكل الأوصاف التي يمكن أن تقال. نحن باختصار شديد أمام محاولة كاملة لتدمير النظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية، وما يقوم بتدمير هذا النظام هو الولايات المتحدة حماية لإسرائيل. لم تعد هناك قيمة
لمجلس الأمن الدولي. صحيح. لم تعد هناك قيمة. صحيح. للأمم المتحدة، حتى المنظمات الإنسانية سقطت في اختبار غزة، وبالتالي هذا يعجل سقطت بالدعوة. أو أسقطت، أسقطت عمدا. وبالتالي هذا نحن مش هقولك مش هتصدق، أنا بقولك الأمريكيون لم يسقطوا النظام العالمي الذي تم بعد ويدرو ويلسون وبعد الحرب العالمية الأولى، ولا النظام العالمي الذي قام مع أيزنهاور والرئيس روزفلت بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن هم هدموا حتى النظام الذي أقامه مترنخ بعد الحروب النابليونية واسترد به الأمن في أوروبا وابتدأ بمعاهدة فيينا. معاهدة فيينا 1815 وضعت الأساس لفكرة النظام الدولي القائم على الدولة كوحدة سياسية. الآن هم يدمرون النظام الدولي الذي تم في القرن 19 وفي أوائل القرن 20 وفي منتصف القرن 20. لكنني أستاذ حسين أعود بك إلى سؤالي قبل قليل، ألم تنجح إسرائيل على الأقل في إثبات أنها ستكون صاحبة رد مروع ووحشي إن تكرر طوفان الأقصى؟ يا سيدي شوف، هناك فرق كبير بين الانتقام وبين النصر. هناك فارق مذهل، هناك فارق مذهل. وكل تقريبا أنا لم أرى محلل سياسي يتصف بقدر ما من العقل، مش هقول من الإنصاف، في إسرائيل إلا وذكر أن ما حدث في 7 أكتوبر قد تمت نتائجه في نفس اليوم، أي أن إسرائيل انكشفت استراتيجيا وبدأ أن نظرية الردع أو الكي أو إخافة الجيران عن طريق الردع والحرب الاستباقية عن جيشها الذي لا يقهر، عن أجهزة استخباراتها التي عارفة بدبة النملة، كل هذا سقط. أنت تعرف شوف، رغم كل الخسائر التي تكبدها الإسرائيليون في حرب غزة خاصة منذ بدء العملية البرية، الإسرائيليون لأول مرة يصفون جيشهم بأنه جيش فاسد. هذا الجيش كان بيعتبر ضرة الدولة الإسرائيلية. نحن الآن وصلنا إلى اعتقاد عند قطاعات ليست قليلة أن الجيش الإسرائيلي جيش فاشل، ولم يعد جيش قادرا على حماية الدولة اليهودية، أو فكرة أن إسرائيل هي المكان الآمن والملاذ الآمن لليهود. وبالتالي نحن نتحدث هنا وبشكل صريح للغاية عن حرب خسروها فعلا. وأنا ذكرت لحضرتك من شوية عندما في يوم واحد تطلع كل هذه التصريحات من عتات اليمين الأمريكي من المسيحيين الصهيونيين أو المتطرفين مارتن أنديك وغيره، ثم عندك المتطرفين من أمثال يهود شلومو بن عامي وغير وغير، الكل مجمع على أن نتنياهو خسر الحرب، وأن الهدفين، أعتقد حضرتك تتذكر على مدى الأيام الماضية كم أنا قلت في اليوم الأولين حضرتك استضفتني في هذه القناة المحترمة، قلت أن تحرير المخطوفين وتصفية حماس هما هدفان متناقضان يسيران في اتجاهان عكسي ولا يمكن الجمع بينهم. الجميع اليوم يقول هذا الكلام، وبالتالي الخسارة الاستراتيجية قد تمت، وكل ما يفعله بنيامين نتنياهو هو محاولة الإفلات من أولا السجن والخروج كأكبر مجرم في تاريخ الدولة الإسرائيلية، ويريد أن يقص هو على التاريخ روايته الكاذبة، وبالتالي هو يطيل أمد هذه الحرب ويطيل من أمد الجنون الدموي. ولكن إسرائيل استراتيجيا خسرت هذه الحرب، لا وصلت إلى يحيى السنوار. الآن كنت أقرأ مقالا اليوم قبل قليل قبل أن أصل إليك، مقال إسرائيلي يصف يحيى السنوار بأنه المنتصر الذي يقف على صهوة الجواد كأي منتصر في حرب، وأن من خسر هذه الحرب هو بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات والأمن الإسرائيلي، وهو يقول نحن الذين نتوسل اليوم إلى هدنة جديدة وتبادل
أسرى، لأنه ببساطة شديدة كل ما تصورته إسرائيل أن العملية البرية ستنجح وستقتل السنوار أو على الأقل ستحاصره بحيث يخرج مستسلما ويقبل بكل الشروط. بعد ما يقرب من 80 يوم لا هي استطاعت الوصول إليه ولا استطاعت محاصرته ولا استطاعت جعله يتخلى عن شرط تبادل الأسرى لابد أن يتم في إطار الكل مقابل الكل. بمناسبة ذكرك لنعوم تشومسكي الفيلسوف وعالم اللغة اليهودي النبيل، الرجل قال قبل أيام أستاذ حسين في بث على يوتيوب، قال إنه الأمر بالنسبة له شديد الوضوح، الغرب يتعمد إظهار قضية بسيطة على أنها معقدة. القضية البسيطة هي الشعب الفلسطيني ظلم منذ 80 عاما وأكثر، شرد وسرقت أرضه وما يزال يتعرض لهذا النوع من الظلم حتى الآن. الغرب يهرب من المسؤولية بطرح فكرة إنها قضية معقدة، وتشومسكي يقول بذهن الفيلسوف هذه قضية لا تعقيد فيها على الإطلاق، هذه قضية بسيطة، لكن الغرب يهرب إلى فكرة التعقيد لأنه لا يريد حلها، ولديه أيضا تفسير لأن الغرب لا يريد حلها، لأنه تاريخيا الغرب ذهب إلى العالم الجديد بين قوسين وطرد السكان الأصليين واحتل أرضهم، فعل نفس الشيء الذي فعلته إسرائيل. أستاذ حسين، صحيح، يعني أنا بعتقد أنه تحليل تشومسكي طبعا يعني هذا واحد يعني كما كان دائما يقال عليه وعلى دكتور إدوارد سعيد في الولايات المتحدة الأمريكية أنهم يعني على الأقل 2 من أهم 10 من المفكرين في القرن 20 في الولايات المتحدة. وأنا عندما توفي إدوارد سعيد أنا بنفسي قرأت غلافا لمجلة أمريكية كان يصف إدوارد واحد بأنه الجسر بين الشرق والغرب. وبالتالي نحن نتحدث عن مفكر كبير جدا وأيضا مفكر ممكن تقول أنه هو استطاع باستمرار كشف أكاذيب المؤسسة الأمريكية سواء المؤسسة السياسية أو مؤسسة المجمع العسكري الصناعي أو والله يا أستاذ حسين فعلا كلما حدثت مسؤولا أمريكيا عن القضية الفلسطينية يقول لك معقدة جدا جدا شديدة التعقيد، يعني نعمل فيها إيه دي؟ هي بص هذه أبسط وأعدل قضية على الأرض، أبسط وأعدل قضية على الأرض. المشكلة كما قلت أنه لا أحد في إسرائيل من الطبقة السياسية من يمينها إلى يسار ولا أحد من الإدارات الأمريكية المتعاقبة ولا كل دورات الكونجرس الأمريكي يجرؤ على أن يطلب طرد المستوطنين من الضفة الغربية طردا كاملا كما حدث معنا في مستوطنات سيناء. وهنا ستكون المسألة أبسط ما يمكن، دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 كاملة السيادة غير منزوعة السلاح ممتدة الأراضي بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية، وعندها ستكون القضية من أبسط ما يمكن لكنها من أعقد ما يمكن، ليس فقط للأسباب التي تفضل تشومسكي بذكرها وهي أن الاستعمار الأوروبي سواء الأمريكان أو غيرهم فعلوا نفس الشيء ويروا في إسرائيل شبابهم يعني في قتل الهنود الحمر وغيره يروا في قتل الفلسطينيين، ولكن أيضا هي لا يمكن أبدا إنكار أنه منذ استولى الغرب على العالم في 5 قرون الماضية احتاج باستمرار لوجود قوى محلية وإقليمية في كل إقليم أو منطقة خاصة هذا الإقليم الأهم في العالم سواء بسبب موارده النفطية والطاقية أو بسبب إشرافه على أهم ممرات الملاحة الدولية. وبالتالي يحتاج قوى الغربية منذ 5 قرون باستمرار كما فعل البريطانيون في الهند وكما فعل الفرنسيون في أفريقيا وفي الجزائر، يحتاجون دائما إلى قوة تكون وكيل عنهم. وبالتالي السبب الرئيسي
في أنهم يقولون أنها قضية معقدة، أنهم يعرفون أن إسرائيل تحقق مصالحهم أولا، تحقق مصالح الغرب أولا قبل أن تحقق مصلحة إسرائيل نفسها، وبالتالي هم ليسوا بوارد أبدا أن يتخلوا عن فكرة أنها معقدة، وأن يقولوا الشيء وعكسه، وأن يقولوا دولتين وهم يعلموا أنهم هم بأنفسهم من قضوا على فكرة الدولتين. أستاذ حسين، أذهب بك إلى تخصصك الدقيق الذي يعني بذلت فيه عمرك كله، الإعلام. في السياق الأبرز لتناول الإعلام العربي لهذه المذبحة المستمرة منذ 11 أسبوعا، هناك ما يسر الخواطر أستاذ حسين. هناك قدر كبير جدا من الدقة والموضوعية والاصطفاف مع هؤلاء الضحايا، وعدم الالتفاف حول القضايا الواضحة. إعلامنا العربي في تياره الرئيسي على الأقل كان أفضل كثيرا من إعلام الخواجة يا سيدي. شوف، أنا بعتقد أنه في حاجتين مهمين. الشيء الأولاني هو ما كنت قد أشرت إليه لحضرتك، من أنه حتى وإن قيل أنه مسألة الآليات الديمقراطية الكلاسيكية في الشرق الأوسط بعافية شوية، لكن كل الدول مهما كانت آلياتها ومؤسساتها حديثة وديمقراطية، كلها بلا استثناء تهتم باستطلاعات واتجاهات الرأي العام، وعادة ما تطور سياستها ومواقفها السياسية الخارجية أو الداخلية بناء على استطلاعات الرأي هذه. ماذا أبانت استطلاعات الرأي لكل حكومة عربية؟ أن هناك انحيازا مطلقا من الجماهير العربية ومن الشعوب العربية إلى الفلسطينيين في هذه الدعوة. هو أسبوع واحد بس أو أقل من أسبوع جرى في تسويق حكاية أن حماس اختطفت المدنيين وذبحت، ثم اتضح كذبه، وما أصبح نراه بعين الحقيقة هو المجزرة الدموية في قطاع غزة. ولهذا السبب، بسبب استطلاعات الرأي دي، لو تلاحظ أنه حتى أجهزة الإعلام في بعض الدول خاصة في الخليج التي تبنت في الأسبوعين أو الثلاثة الأولى من الحرب سردية أمريكية وإسرائيلية بدأت تتراجع نسبيا، لا ليس كالـ90% اللي حضرتك أشرت إليهم، ولكن لاحظت أن هناك تغيرا ملحوظا في أدائها. وحتى هذه الدول حدث تغير نسبي في أدائها جوه مجلس الأمن الدولي وجوه الأمم المتحدة. وبالتالي ما نشهده أنه كانت الـ90% استجابة حقيقية للمشاعر الموجودة لدى الرأي العام، والتي لا يستطيع أي سياسي أن يتجاهلها. الشيء الثاني أنه الدول التي كان إعلامها موظفا بصورة أو بأخرى للاتفاقات التي تمت بينها وبين إسرائيل أو المرتقبة بينها وبين إسرائيل عدلت مواقفها نسبيا، وبالتالي شهدنا كما تفضلت حضرتك بأنه نتيجة أن العرب هم أدرى بمكة وبشعابها من التغطية الغربية. ولاحظ هنا أيضا أنه الأمريكيين والإسرائيليين من أجل التعتيم على الحقيقة قد منعوا وصول المراسلين الغربيين المستقلين إلى قطاع غزة، ليس هناك مراسل، فقام أبطال الصحفيين والمراسلين من أهل غزة قاموا بالدور كاملا، ويستحقون أن يحصدوا كل جوائز الصحافة في الدنيا كلها. أستاذ حسين، لقد كتبت مقالا يا سيدي أقول فيه على أي مؤسسة إعلامية دولية بعد انتهاء هذه الحرب إذا كانت تريد أن تستمر في ترقية قدرات منتسبيها في التغطية الميدانية وفي لمراسلي الحرب، عليها أن تستعين بهؤلاء الرائعين الذين قدموا أداء في رأيي، سواء من الناحية المهنية أو من ناحية التحمل فوق طاقة البشر، أداء أسطوريا. وبالتالي صحيح. فعلا كان لدينا القدرة. أذكر حضرتك بأننا ليست هذه هي المرة الأولى التي نتفوق فيها كعرب على الغرب في التغطية،
أذكر حضرتك بما حدث في تغطية غزو العراق عندما تواجدت لأول مرة القنوات العربية، الجزيرة وأبو ظبي وغيرها، كل هذه المحطات استطاعت أن تقدم رؤية فاقت بكثير ما قدمته CNN وغيرها. عندما كانت هناك متابعات سياسية للحرب في العراق هنا على أرض هذا البلد الطيب، كانت كريستينا أمانبور تطلب مني أنا شخصيا أن أساعدها في أن أجد ضيوفا لأنهم يذهبون إلي ولا يتحدثون معها. نحن قادرون وفعلا نستطيع أن نقدم صحافة مهنية متقدمة وراقية، وكلما زادت مساحة الاستقلال كلما تقدمنا في الطريق اللي حضرتك أشرت. سأسألك أستاذ حسين توا عن نصحك الذي يمكن أن تقدمه لتلك النجوم العربية التي تألقت في هذا المشهد الذي كله ألم إلا ربما في هذا الجانب. والله ما نصحك كي يستمر هذا التفوق؟ لكن قبل ذلك، ما رأيك أستاذ حسين في تلك القنوات التي اختارت أن تفرد مساحة لضيوف من المسؤولين الإسرائيليين وأن تطرح عليهم الأسئلة، وتلك القنوات التي اختارت ألا تفعل ذلك؟ ما قولك أنت؟ شوف، أنا بعتقد هنا عشان نتكلم بمنتهى الوضوح والصراحة، طلب من بعض المحطات أن تخفف من تغطيتها الميدانية التي فضحت الجريمة، وكان ذلك تقريبا مستحيلا لأنه كان سيحطم مصداقية هذه القنوات. أعتقد ما يمكن وصفه نتيجة الضغوط السياسية الأمريكية كان هناك نوع من أنواع إحداث التوازن عن طريق السماح بصورة منتظمة لبعض الضيوف الإسرائيليين، وأيضا لكي يقوم المتحدث العسكري الإسرائيلي الذي يصفه الإسرائيليون الآن بأنه الكذاب الأكبر، ها، أو يضع كسر على تورته فاسدة، هذا ينقلون بياناته. لكن في تقديري أن هذا نوع من أنواع الموائمة السياسية لتجنب مزيد من الضغوط الأمريكية لوقف طريقة التناول. لكن بشكل عام أعتقد كما حضرتك تفضلت، بسبب الصحفيين الرائعين المهنيين والذين ضحوا بحياتهم، كنت تسألني هل أنصحهم؟ لا أستطيع أن أنصحهم لسبب واحد. كنا نتعلم في البي بي سي وغيرها أنه يعني السيفتي كامس، يعني يعني الأمان يأتي قبل التغطية. في الحقيقة هم قلبوا المعادلة وأثبتوا أن هم قادرين على أن بعد أن يتعرضوا كما فعل البطل وائل الدحدوح قائد تغطية غزة، أصيب ثم أصبح بعد ساعات، قتلت زوجته وحفيدته وعاد بعد ساعات. هذه أمور بالنسبة لي تفوق طاقتنا كبشر، لكنهم فعلوها. وبالتالي أنا أقول لك في المسار العام، المحطات ومنها هنا المحطات المصرية التي سجلت اهتماما بالنقل الميداني الأمين للجرائم الحرب الإسرائيلية كشفت الحقيقة التي تريد أمريكا وإسرائيل أن تخفيها. القنوات والجرائد العربية التي بدأت بداية سيئة للغاية وقريبة من السردية الإسرائيلية والأمريكية تراجعت نسبيا، لم تصل إلى ما نريده من مهنية ومن دقة، ولكن الصحفيون على الأرض وهم فلسطينيون وفروا لكل المؤسسات المصرية والعربية والدولية التي يعملون فيها نافذة حقيقية على الحقيقة، وأدوا إلى انقلاب العالم في الدول الغربية. والضغوط الشعبية الغربية هي أهم عامل الآن يضغط في اتجاه سواء تدفق المساعدات أو وقف الحرب. لا يمكنك أن تغفل أيضا أستاذ حسين الدور فائق الأهمية لمواقع التواصل الاجتماعي. البث المباشر على تلك المواقع كان له دور ربما يفوق كل الأدوار التي لعبتها الفضائيات العربية. هذا هو ما يمكن وصفه، يعني إذا قلت إن بطولة ومهنية الصحفيين العرب الفلسطينيين في غزة وفرت للمؤسسات اللي بنسميها يعني الصحافة التلفزيون والراديو وغيره وغيره، فإنه الجناح الثاني الذي طارت به الحقيقة
وأصبحت أمام كثيرين واضحة هي وسائل الإعلام الجديد، وسائل التواصل الاجتماعي. ما كان يصعب بسبب القصف الهمجي والذي طال أكثر من 66 صحفي استشهدوا بما لم يشهدوا صراع عسكري من قبل، وفرته أيادي الشباب والأطفال حتى الفلسطينيين بالكاميرات الجوالة ونقلته إلى العالم كله. رغم اختلافنا مع الملياردير رائد الأعمال إيلون ماسك، إلا أن موقفه جدير بكل تقدير. والله أستاذ حسين، الرجل قال ببساطة: لماذا تريدونني أن أكمم هؤلاء الذين يتحدثون عن الفظائع في فلسطين؟ يعني ما السبب؟ ولهذا يهاجم هجوما مريرا من قبل أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتهم أيضا بالعداء للسامية. نعم، وأجبر على الذهاب إلى إسرائيل وسجل مواقف متراجعة، لكن في كل الأحوال يظل أفضل بكثير من الفيسبوك، لأنه يتيح للناس مساحة أكبر للتعبير عن الحقيقة. وسيطرت المؤسسة الأمنية الأمريكية عليه أقل من سيطرتها مثلا على فيسبوك، وبالتالي شفنا في إكس تويتر سابقا شفنا مساحة أفضل نسبيا بسبب درجة الاستقلال النسبي الموجودة لإدارتها أو لقادتها تحت إيلون ماسك بعد ما اشترى المكان. وبالتالي بالفعل زي ما حضرتك تفضلت، وسائل التواصل الاجتماعي أثبتت في هذه الحرب بشكل لا يمكن تصوره القدرة على إعادة بناء السردية الحقيقية للصراع العربي الإسرائيلي. وأعتقد أنه الشباب خاصة من اليهود الآن في الغرب الذين يقولون لقد ضحك علينا من آبائنا ومن أجيالنا القديمة ونحن الآن نكتشف الحقيقة، هذا الإنجاز يرد بنسبة 90% إلى كفاءة الشباب الصغير الذين يستخدمون جوالات صغيرة في نقل الحقيقة للعالم. أخيرا أستاذ حسين، دعنا نجمل رأيك في قرار مجلس الأمن الذي صدر اليوم، مدعاة للتفاؤل أم أنك تتشبث بحذرك؟ لا، هو زي ما قلت حضرتك لم يغير في شيء وسيلة في لم يغير وسيلة العرقلة الرئيسية الأولى، وهي استمرار العمليات العسكرية. والنهاردة الأمين العام للأمم المتحدة، مش احنا اللي بيقول إنها تسببت طول الوقت في منع وصول المساعدات أو عندما تصل منع توزيعها. الشيء الثاني هي مسألة أنهم يراقبون كل شيء ويدققون كل شيء ويأخذون وقتهم ويفسدون الأشياء بطريقة متعمدة، ونحن نعرف أنهم أكثر من يعرف طريقة التضييق على الحواجز من الحواجز التي يقيمونها في الضفة الغربية المحتلة، فهم متعودون في المعابر والحواجز على كيفية تضييع الوقت، وبالتالي الآلية آسف أن أقول إنها لا قيمة لها. وهذا يشبه القرار الوحيد الذي سبق تقريبا قبل أقل من شهر، وربما كنت بالصدفة مع حضرتك وقتها، لم ينفذ، وهذا القرار لن ينفذ ولن يكون له قيمة. كما قال الأكثر من طرف بما فيهم النهاردة الطرف الروسي، ليست هناك وسيلة إلا وقف إطلاق نار شامل وتبادل للأسرى، وأن يقوم العرب والفلسطينيون ببناء قواعد جديدة للعبة، وبأن يقوموا بطرح تصور عربي، طرح تصور عربي، أن يكفوا عن الإنصات للتصور الأمريكي، لأنه تصور يضر بالأمن القومي العربي عموما ويصف القضية الفلسطينية ويضر بالأمن القومي المصري خصوصا. والله يا أستاذ حسين، حين يقتل 20,000 من المدنيين في 11 أسبوعا، حين يقتلون عمدا، كنا نتصور أن الدنيا ستنقلب، لكن الدنيا لم تنقلب لأنها معوجة أصلا. أنا شاكر جدا للأستاذ حسين عبد الغني الإعلامي والمحلل السياسي المصري والعربي الكبير. مشاهدي الكرام،
شكرا جزيلا لكم بدوركم أن كنتم معنا في هذه الساعة من التغطية التي لا تنقطع على شاشة القاهرة الإخبارية للحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة.